ازيكم يا جماعة؟ النهاردة هنتكلم عن الفانكشنز والريكيرجنز والكول باي ريفرنس. أول مسألة معانا هتبقى مسألة الروبوت. احنا دلوقتي في روبوت بنبص له من فوق كده 2D plane، وحركته بتبقى يا فوق يا تحت يا يمين يا شمال. تم هندخله سترينج. سترينج مثلا متكون من R و L و U و D، كل حرف من دول بيعبر عن اتجاه وهو بيمشي فيه بنفس الماجنتيود. يعني بيمشي مثلا ليفت هيمشي واحدة شمال، ار هيمشي واحدة يمين، وهكذا. عايزين نشوف في الآخر الروبوت ده هيرجع تاني لنفس المكان اللي بدأ منه ولا لأ. بس هنريتيرن ترو لو رجع لنفس المكان، أو هنريتيرن فولس لو راح مكان تاني. وده الانبوت والاوتبوت. مثلا لو اب وداون فهو هيرجع تاني نفس المكان اللي بدأ منه فيبقى ترو، لو ليفت وليفت فهو كده راح شمال مرتين فهو كده فولس، مش في نفس المكان اللي بدأ فيه. ممكن نوضحها برضه بطريقة تانية سريعا. الأصفر ده المكان اللي بيبتدي منه الروبوت، الأحمر ده الروبوت. فلنتخيل الموضوع كجريد ماشي. لو مشى قدام هيمشي كده يمين شمال، لو رجع تاني مكانه هنريترن ترو، لو مشى كده مثلا مرجعش مكانه فهنريترن فولس. يلا نروح لاي جي نكتب الكود. احنا النهارده هنتكلم عن الفانكشنز، فممكن نبدأ بأهم فانكشن موجودة في أي بروجرام اللي هي المين فانكشن. تمام، دي الفانكشن اللي بيبدأ من عندها أي بروجرام. لو كتبنا أي فانكشن تانية مش هتستخدم غير لما نعمل لها كول من المين فانكشن. تمام، فدي كده الفانكشن. الفانكشن بتبقى مكونة من ريتيرن تايب، يعني الفانكشن دي بتريتيرن ايه، المين بتريتيرن انت، واسمها ايه المين، والارجيومنتس بتاعتها. هنا المين مش بتاخد ارجيومنتس، بس في بروجرام المين ممكن تاخد ارجيومنتس وكده. الفانكشن اللي هنعملها النهارده هتاخد ارجيومنتس. وبعدين البادي بتاع الفانكشن، الحتة اللي بنكتب فيها الكود، والريتيرن تايب بتاع الفانكشن، دي اخر حاجة في الفانكشن، ودي بتترمينيت الفانكشن. أول ما نادي الريتيرن ده بيطلع من الفانكشن. تمام، فممكن نبدأ بالمسألة بتاعة الروبوت. احنا قلنا اليوزر هيدخل اوردرز، يا اب يا داون يا رايت يا ليفت وكده، كل دي في سترينج واحد. فاحنا عايزين نعمل سترينج يتسجل فيه الموضوع ده. ممكن نعمل سترينج. تمام، ونسميه اوردرز مثلا. ماشي، وعايزين نقول له انتر ده اوردرز. ماشي، وبعدين هو بدل ما يفضل يكتب std مش بحب اكتبه، ممكن نعمل using namespace std. تمام، فكده نقدر نشيل عادي ال std دي من كل حاجة عشان ده اسم library. ممكن بقى cn، عايزين اللي هيدخله اليوزر نسجله في ال variable اللي احنا لسه عاملينه اللي اسمه orders. ماشي، بس فكده اللي هيحصل هناخد ال user هيدخله هنسجله في orders. تمام، دلوقتي بقى نبدأ نعمل ال function اللي هنستخدمها عشان نعرف راجع مكان ولا لأ. احنا قلنا ال function دي عايزين نبعت لها ال orders، نبعت لها string وترجع لنا يا true أو false. ماشي، فال return type بيتكتب أول حاجة، احنا عايزين يا true أو false يعني boolean. ماشي، بعدين اسم ال function ممكن نسميها ابراهيم، ممكن نسميها in place مثلا، رجع in place، هل هو in place؟ وبتاخد ايه بقى نوع الحاجات اللي بنبعتها لل function دي؟ عايزين نبعت لها string. ماشي، وال string ده اللي هنستخدمه جوه function عايزين نسميه اسم. ممكن نسميه نفس الاسم بتاع الاوردرز دي، مش هتفرق عشان كل فانكشن بيبقى الفاريبلز بتاعتها مختلفة. يعني الفاريبلز اللي جوه الفانكشن دي، الفانكشن دي مش هتشوفها، حط لها بس الايه البادي بتاعها. الفانكشن دي مش هتشوف الفاريبلز اللي اتعملوا جوه الفانكشن دي، فممكن برضو نسميها اوردر، او ممكن نغير شوية نسميها received orders او r orders مثلا، اي حاجة. ماشي، دلوقتي عايزين بقى نفكر في المسألة. احنا عندنا اتجاهين اساسيين، up و down و right و left، يعني ال horizontal وال vertical. تمام، فممكن نعمل x و y، ال x تبقى بتشوف ال horizontal وال y بتشوف ال vertical. تمام، فممكن نعمل اتنين variables int x و y. ماشي، وعايزين نانيشيلايزهم، يعني عايزين نحط نقطة البداية. نقطة البداية ممكن تبقى 0 و 0. ماشي،
بس دلوقتي بقى جالنا string، عايزين نعدي على السترينج ده حرف حرف، وعلى حسب الحرف نعمل الحركة بتاعته. تمام، ممكن نعملها ازاي دي؟ مبدئيا عشان نعدي عليه حرف حرف، فاحنا ممكن نبص للسترينج على انه زي ما احنا عارفين array of characters، فممكن ناخد السترينج ده على انه array ونعدي على حرف حرف من الحروف. فعايزين زي counter كده عشان نعدي على الحروف واحد واحد، نسميه i ونبتدي بزيرو برضه عشان الاندكس بتاع اول حاجه في الاري بتبقى زيرو. تمام، وممكن نعمل وايل لوب عشان احنا مش عارفين هم كام حرف، مش عارفين اليوزر هيبعت لنا كام حرف، ممكن نعمل وايل ان في حروف لسه في السترينج ده فكمل في اللوب. ماشي، عايزين نعمل وايل ان ار اوردرز، دي اسمها وحش ممكن نغيره نسميها مثلا اوردرز او مثلا اوردر سايد، او الاوردر بقى اللي وصل لنا يعني اوردر او اوردر مش مشكله. ماشي، وايل اوردرز الحرف بقى اللي احنا واقفين عنده، وايل ان في حرف هنا اصلا، يعني وايل ان ده ما يساويش نال. ماشي، دي هي لو كتبنا كده هي بالظبط، وايل ان ده ما يساويش نال، احنا عارفين ان السترينج اخر حاجه فيه بتبقى نال. ماشي، فوايل ان ده ما يساويش نال كمل في اللوب. ماشي، هي بالظبط لو سيبناها كده، وايل ان في حرف هنا انه مش بنر فخش في اللوب دي. ماشي، احنا كده مسكنا حرف، عايزين بقى نشوف الحرف ده ايه وعلى اساس هو ايه نروح الاتجاه بتاعه. ممكن نعملها بإف وإف ألس وإف ألس وإف ألس، تلاتة إف ألس، أو ممكن نعملها بسويتش، هي سويتش هتبقى شكلها ألطف كده، فممكن نعملها بسويتش. عايزين نسويتش على الحرف ده اوردرز، الحرف ده بقى اللي في اوردرز، الحرف ده اللي في اوردرز. ماشي، هل يعني هنحط بقى كل الكيس، هل هو مثلا اب اب؟ ماشي، فهنروح لو هو اب هنعمل ايه؟ هنزود في الواي، هنزود واحد اي بلس بلس. ماشي، ولازم نكتب بعديها بريك كيس، لو هو داون مثلا دي فهيبقى العكس اي ماينس ماينس، وهنبريك كيس بقى لو هو رايت في اكس بلس بلس هنروح يمين اكس على دي. تخيلوا ان احنا ماشي كيس ليفت على اكس ماينس ماينس بريك. ماشي كده تمام، غطينا كل الكيسز كل الحروف اللي داخله. تمام، عايزينه بقى يريتيرن في الاخر هل هو في نفس المكان ولا لا. ماشي، لو هو في نفس المكان يبقى الاكس والواي بتوعنا هيرجعوا زيروهات تاني، يعني بعد يعني لو دوسنا مثلا ليفت ورايت يبقى هنرجع في نفس المكان زي ما قلنا، لو اب وداون هنرجع في نفس المكان. ف بعد ما اللوب تخلص، بعد ما نعدي على كل الحروف خلاص، عايزينه يريتر. ماشي، ممكن نستخدم اللوجيك الجبرا عشان نريتر الموضوع ده، يعني مثلا لو اكس هتساوي زيرو وفي نفس الوقت اي هتساوي زيرو، معنى كده انه رجع في نفس المكان، هيرترن ايه من الموضوع ده؟ لو الموضوع ده متحقق هيرترن ترو عشان احنا قلنا ان ده بوليان، لو الموضوع ده مش متحقق هيرترن فولس. ماشي، ممكن بدل كده نعملها بإف إلس، إف إكس تساوي تساوي زيرو إن واي تساوي تساوي زيرو يبقى هيرترن ترو true و else هي return false. ماشي، بس ملهاش لازمة كل القابلة دي، يعني دي return السطر الواحد ده بتاع نفس الشغلانة دي بالظبط. ماشي،
ماشي سيمي كولون. بس فاحنا كده خلصنا الفانكشن بتاعتنا. ممكن كمان قبل ما نريتر نبرنت الأماكن بتاعتها عشان يعني نطمن. مثلا دي الاكس الواي ماشي كده هيبرنت الاكس والواي قبل ما يرتر. ما ينفعش طبعا نحطها بعد الريتر، يعني لو حطيناها بعد الريتر اعملها بالرصاصي دي معناها ان البروجرام اصلا مش هيوصلها، عشان الريتيرن دي بتترمينيت الفانكشن خلاص، ما ينفعش حاجه بعديها تتعمل، بنطلع بره الفانكشن خلاص، ولازم تبقى قبلها. تمام ماشي كده الفانكشن بتاعتنا دي كلها هتريتيرن لينا يا ترو او فولس، يعني كل اللي احنا كتبناه ده هيتلخص في يا ترو يا فولس، يا زيرو يا واحد. ماشي فاحنا بقى عايزين هنا، احنا كده ما استخدمناش الفانكشن دي خالص، كده المين بدل ما ندهش على الفانكشن دي ما عملناهاش كول، يبقى هو مستوى يبقى الفانكشن دي مش هتعمل اي حاجه. يعني لو عملنا رن للبروجرام على كده ودخلنا ليفت رايت مثلا ليفت رايت اب، فهو مش هيرتن حاجه. ماشي عشان مش جايبين سيره الفانكشن خالص. ماشي فاحنا عايزين نعمل هنا بوليان مثلا نسميه ريزلت. ماشي وده اللي يتحط فيه الفانكشن. ماشي عايزين الريزلت دي تبقى القيمة بتاعتها هي الفانكشن، هي قيمة الفانكشن اللي هتحسب. ماشي فعشان ننادي على فانكشن بنكتب اسمها replace. ماشي وبنبعت لها الارجيومنتس بتاعتها، هي بتاخد strings لازم نبعت لها string. هنبعت لها string اللي هو اللي احنا عملناه اللي سجلنا فيه الاوردرز. ماشي بس فاحنا كده عملنا الفانكشن اللي هي عايزاه. هي الفانكشن دي بقى هتريتيرن لينا يا ترو او فولس مكان الحته دي، فالريزلت هتبقى يا ترو او فولس. ممكن في الاخر نيجي نبرنت الريزلت. ماشي هو عشان ده بوليان يعني هيبقى لنا يا واحد يا زيرو، واحد يعني رجع مكانه تاني in place، زيرو يعني مرجعش مكانه. ماشي الفانكشن كده الكومبايلر مش شايفها، عامل لي احمر ده ليه؟ ليه حلين، يا اما نكتب الفانكشن دي فوق المين ماشي فكده عدينا عليها الاول فالمين شايفاها بس ما بقاش عامل لي احمر، يا اما في حاجه اسمها فانكشن بروتوتايب. يعني ايه؟ يعني هنيجي برضو فوق المين كده وهنكتب الريتيرن تايب بتاع الفانكشن ماشي واسم الفانكشن وتايب الارجيومنت بتاع الفانكشن اللي هو string. ماشي ومش هنعمل لها بودي مش هنعمل زي تحت، هنحط بس سيمي كولون. تمام احنا كده عرفنا الفانكشن فوق قبل اي حاجه، كده المين عارف ان في فانكشن اسمها ان بليس فيقدر ينادي عليها عادي، لما ينادي عليها ده اللي هيتنفذ. ماشي ممكن نجرب بقى اللي عملناه ده. ماشي ليفت رايت ليفت رايت ليفت رايت كده مفيش حاجه رجعت ليه؟ ماشي. احنا ما طلعناش بره الوايل لوب، احنا فضلنا عند اول حرف عند الاي تساوي زيرو. ليه؟ عشان الاي ما غيرناهاش خالص، المفروض بعد كل حرف نخلصه في الوايل قبل ما يعمل اللوب اللي بعدها نزود في الاي. ماشي هتبقى اي بلس بلس ماشي عشان نخش على الحرف اللي بعده. بس كده المفروض تشتغل ان شاء الله. ماشي كده لو عملنا ليفت رايت ليفت رايت ماشي المفروض هيرجع في نفس المكان ويرترن واحد. ماشي عمل برنت للمكان زيرو زيرو تاني، عمل برنت واحد بس نخليها خليها كده لازم نخلي دي دبل كوت عشان سترينج مش ما بقتش كاركتر خلاص.
left right up down up 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 ماشي. فكده بقى 0 و4، 0 و4 ده كده مرجعش in place تاني، فعمل return ل 0. ممكن بدل ما تبقى 0 و1 ممكن نخليها يكتب لنا حاجة مثلا بدل دي، ممكن نكتب if result. if result يعني if result تساوي تساوي 1، هي هي معناها if result تساوي تساوي 1 ماشي. هي هي print لي حاجة else، لو بزيرو print حاجة تانية ماشي. ف لو رجع في نفس المكان ممكن نقول مثلا the robot returned to the same place مثلا. لو مرجعش ممكن نقول the robot has gone away ماشي. فكده هيبقى ال output أوقع شوية للبني آدمين. right left right left up 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 down down ماشي. مرجعش 0 0 ف robot has gone away. مثلا right left right left هيرجع تاني، up down برضه هيرجع تاني نفس المكان، فهيبقى 0 0 robot returned that ماشي. food has returned robot has returned to the same place ماشي. بس كده خلصت.